ما هو حكم سماع الموسيقى مع الأدلة؟ لا يجوز، لأنها من اللهو، واللهو لا يجوز سواء موسيقى أو غير الموسيقى، من اللهو باتفاق وبدون خلاف. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بكسر المزامير وهدم الطبول إلا ما استثني، فالموسيقى هذه ليست مستثنى وليست حلالا، بل إذا سمعها الإنسان وقع في الإثم، رجل أو امرأة، فالحذر منها، يعني مما تهواه النفس. والله يقول لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، فالحذر الحذر. نعم.